آخ يا ويلي. اسمع يا عبد المال، ترى الصبر اكتفى، دوام الحال من المحال، امسح دموعك كف كفا. الطمع عامي عينيهم، وإيدهم سوداء متل قلوبهم، والشوك اللي زرعوا بإيديهم بكرة رح يطلع بدروبهم. جرح كبير يا هالعمر والله كبير، مر كتير وكاس الظلم مر كتير، وتحوم الشر اللي داير مصيره يوقف بالآخر. والظالم لما بيتجبر بينسى إنه الله كبير. آخ الله كبير. جرح كبير يا هالعمر والله كبير، مر كتير وكاس الظلم مر كتير. ظالم عالحري بيوقع متل واحد ضري، والحق بيمشي عالجمر حافي وبلا جناح يطير. آخ بلا جناح يطير. جرح كتير يا هالعمر والله كتير، مر كتير وقاس الظلم مر. قتلوا سري وخنقوا البسمي، حبسوا الحق ومسحوا الكلمة، نسيوا بحساب الأيام شمعة بتكشف كذب العتمة. آخ كذب العتمة. جرح كتير يا هالعمر والله كتير، مر كتير وقاس الظلم مر كتير، وتحوم الشر مصيره يوقف بالآخر. والظالم لما بيتجبر بينسى إنه الله كبير. آخ الله كبير. سلاح شو سيدي؟ لك في ثلاث بواريد فاتوا على بيته لزيدوا لك؟ شو مواليد مواليد سيدي؟ لا حدا شاف زيده ولا فات مواليد ولا في شبه الحكي سيدي بنو. لا انت عم تعمل فتلة بالحارة ولا قاعد بمحرسك عواطلي؟ ايه عم بعمل. لوين عم تصل بالدورة تبعك؟ لا على الحارة وعن بيت زيده وعاصم الزحيم. وما عم تصل على مدخل الحارة التاني؟ بلا بس انت بتعرف مشوار بعيد سيدنا، وبدي حصل اوصل يعني على مؤاخذة سيدي. ايوه يعني ما شفت حدا ابو زكي؟ لا سيدي ما شفت حدا بنوب. الله وكيلك سيدي ما شفت حدا بنوب. ايه شو عليه؟ هلا يا ابو زكي متى ما ركبتك على السلو؟ شو سلو؟ ما سلو يا سيدي الله يوفقك. انا ما دخلني ولا شفت حدا ولا بعرف شيء. الله يطول عمرك سيدي. فوزي مو سيدي نزل لي هلا ابو زكي شرب لي شاي تحت عندك. لك يا سيدي طول بالك الله يخليك. ولا زيك والله ما بعرف شيء، ما شفت حدا ولا دخلني ولا طلع. لعبة يخرب بيتك من حالك.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علينا شكري. من بعد أمرك يوم الجمعة عامل مولد روح النبي. اللهم صل على سيدنا. بتشريفك بيكبر قدرنا ونحن اللي بنتشرف وراسنا بيسبق رجلينا يا أبو شكري. الله يطول عمرك. الله يتمم على خير يا رب. سلام عليكم. مرحبا عمي محفوظ. أهلين عمي أبو شكري. شرف عمي شرف. إن شاء الله ما تبلع الشبوبية. الله يخليك يا عمي. من بعد أمرك قل له لأبوك إجا عمي أبو شكري وعزمنا يوم الجمعة عامل مولد، فإذا بتشرفونا بتسروا خاطرنا. متشرف عمي. الله يرضى عليك. وانتو يا رجال ايه من اجا وايه من حضر بيسر خاطرنا وبيشرفنا. سلام عليكم. سلام عليكم. الله معك عمي. الله معك. الله معك. والله بعمري ما أذيت حدا. امتى بقى بدي افرح وفرح امي وشوف هالولد على ايدي؟ يا رب دخيلك رزقني هالولد يا رب. واي واحد منكم رح يقول لا ما حيشوف حاله الا ومحبوس بالقلعة، فهمان انت وياه؟ نخط بدلنا عصمبي. خلص فهمنا. والله فهمنا. واليوم بالليل بتساوي قلت لكم عليه، والا يا ويلكم يا سواد ليلكم. يلي بدك يا رح يصير عصمبيك. رح يصير بنشوف. الله معكم عصمبيك. زعيم المخلوقة رح بتصير مرتي، ما بصير تبقى ببيت حدا غريب حتى ولو كان زيره. بس هيك الاصول. بس لسه ما صارت مرتك عمي. رح بتصير مرتي زعيم، بإذن الله رح بتصير. طيب شو المطلوب مني يا ابني؟ بدي اياها ترجع على بيتها. بيتها بضل بيتها زعيم. بصير خير، بصير خير. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. شفت زعيم؟ شفت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلين عمي شكري. تفضل. الله يزيد فضلك عمي. عمي من بعد أمرك بدي إياك تشرفنا لعنا على البيت يوم الجمعة على المولد. جاي عمي؟ بصير خير. شيخنا كمان بدنا نتبارك فيك عنا يوم الجمعة. بإذن الله جاي. يلا السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. أما شو وصفة جايبت لك إياها يا عمتي؟ بإذن الله بإذن الله بدك تحبلي عليها. شو هي عمتي؟ هي أعطاني إياها العطار وقال بتاخديها بنص الشهر لما بيكون القمر بدر كامل مكمل، وبتعلقي عقيقة بصدرك، وإن شاء الله إن شاء الله ما بيمضى الشهر إلا وبتكوني حبلك. يا رب يا عمتي يا رب. هي أخذتها أكثر من مرة وما استفادت عليها. هي الوصفة مجربة أم محفوظ. أنت جربتيها فخري يا خانم؟ لا ما جربتها، لأنه مو أنا اللي ما بجيب أولاد. مشان الله لا تؤاخذيني، ما قصدت شي، بس يعني بدي اطمن إذا هالوصفة بتنفع ولا ما رح تنفع مثل غيرها. لا بإذن الله رح تنفع. وانتي لبقى تفكري تجوزي ابنك، فهمتي؟ ايه مو على عيني، ما رح أجوزه فخري يا خانو. تعالي لقلك عمتي شلون بيستعملوها هاي. هاي الله يرويك يا نمر، تعبت اليوم. أب حمزة تعال عندي. يعطيكم العافية يا شباب. الله يعافيك. يلا عمي زيدان. أهلين عمي عوض، شلونا؟ طمني شو وصلت اليوم؟ والله الحمد لله أحسن. الحمد لله. عمي أنا جاي أحكي معك بشغلة. مور ما بعرف إذا أنت سمعت إنه أنا طلبت إيد المستورة بنت أبو جابر من شيخ الحارة. سمعت. أنا هلا كنت عند الزعيم وطلبت منه إنه المستورة ترجع على بيتها. أنا بعرف إنه أنتم مثل أهلها وهي مثل أختك، بس بالآخر أنت بتعرف عاداتنا، وفي 100 لسان ممكن يحكي بطعمي ولا طعمي، ومعهم حق. يعني بالآخر أنت غريب عنا. كلامك كلياته مدوزن وعلى عيني وراسي، بس يعني عدم مؤاخذة أنا ما فهمت شو المطلوب مني. زيدو نحن أصحاب ومثل الإخوات، ما بدي تحس إنه أنا رحت قلت للزعيم من ورا ظهرك. بدي إياك تدري مني مو من حدا تاني. عداك العيب، انت كبير لك عوض وهلا كبرت بعيني اكثر. خلص اللي بدك اياه بيصير. فضلت على راسي عمي. انا تارك دكاني مفتوحه ولازم اتيسر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام زيدو ما قلتي لي وين كنتي ساكنه قبل ما ترجعي على حارتنا؟ وانتي ليش عم تسألي هالسؤال؟ ولا شي هيك محبة.
قلتي لي وين كنتي ساكنه؟ كنت ساكنه عند ناس طيبين وطيبين كتار. ايوه يا على عيني، بس مين هن يعني؟ وانت شو بهمك تعرفي مين هن؟ شو بهمك؟ ولا شيء ام زيدو، هيك يعني محبه. اسكتي اسكتي وبلا هالاسئله يلي ما لها طعمه، واحكي لي ولي انت من امتى صرتي دايقه؟ من امتى؟ علمتني ام يوسف الدايق الله يرحمها قبل ما تموت. قولي على بدنك، هي هي اللي تعلمتي منها؟ يي الله يرحمها، بتعرفي شو عملت؟ خنقت ثلاث اولاد وهي عم تولدهم، هيك خنق. ايه لا ايوه ام زيدو، حرام هالحكي، هدلون ماتوا هيك خلص عمرهم. خلص عمره؟ لا عليك على هالتعلمة، تعال تعال خلصيني. مرعبين هالفولات ام زيدو. لا تاخذي الصغيرة، الصغيرة بقشرة. مخيلك يا عم طاهر، ديروا بالكم ديروا بالكم، خاصة لما بتطلعوا من الحارة. ليش ممنوع نطلع من الحارة كمان؟ لك يا اخي مو ممنوع، بس انا والله خايف عليكم. خايف علينا من شو؟ من عبوه؟ ليش شو بعبو؟ عبوه جامع حواليه شوية رجال وعم يقول انه بدي اخذ داره منك. انت متأكد؟ لك شو متأكد؟ هالشغلة ما فيها مزح لك عمي، ما فيها مزح. اخي بدك تدير بالك انت وماشي بطريقك، لانه ممكن يطلعوا لك بأي وقت. يعني ما قالت لك وين كانت ساكنة؟ لا والله، خرستني الكهينة. ميسر بدك تضلي وراها لتعرفي وين كانت ساكنة ها؟ ايه على عيني، بس انت شو بهمك ست فخرية وين كانت ساكنة يعني؟ ايه يخرب بيتها، لا بتاخدي منها لا حق ولا باطل. ليه زعلانة منها انت؟ من لقاتها ام وش قريف، عن جد عن جد ما بتاخدي منها لا حق ولا باطل، بعت لها قتلة شهزت لي بدني، ما حبيتها ست فخرية ما حبيتها. إذا كان كلامه صح بسرعة الله يوفق أبو طاهر، اشتري لنا بيت برات الحارة، الله يوفقه. ما بيصير إلا اللي كاتبه الله. والله إذا بتكون الصراحة أنا كمان ماني مصدقه. وليش ما صدقته؟ يا بي أبو مرعب بده إيانا صالحه العبود، ولهيك عم يخوفنا منه، والله يستر ما يكون جامع له كم رجال حوالين عبود مشان ياخذوا منا الأرض. لا يا بي لا، أبو مرعب ما بتحاكم مع عبود ولا مع حارتنا. إيه يا بي، بس يعني أنا قلبي حاسسني إنه في طبخة عم تنطبخ من ورانا. ها شلون يا بي؟ فهمني. زيدو قال لي لا تأمن لحدا من حارة أبو مرعب ولا تخليه صالحكم فيه، لأنه أنا رح خليكم صالحه. ومن وين زيدو رح تدخل بالصلحة؟ السلام عليكم. معاس على الله. يا عمي بيع المرضمينة ما عطاك لبابي؟ عمي ما معي مصاري. مو عيب يا معاز ما يكون معك مصاري تشتري فيه. من وين بدي جيب عمي؟ من وين بدي جيب؟ خلص عمي معاز تعال اشتغل عند مني، وانا بعطيك كل يوم مصاري تجيب اللي بدك اياه. بس بدي اسال امي اول. خلص روح اسالها، هاي مصاري جيب اللي بدك اياه. يلا كتر خيرك عمي. الله معك عمي، الله معك. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. اي والله كان رح يموت بين ايدي وما اعترف بشيء. بعتوا على بيته، بعتوا. أمرك سيدي. يلا يلا صبحي تعال. رضا يا أمو مريني. أنت قايل لمرتك إنه تروح على الحارة لحالها وتشتري أغراض من الدكاكين؟ شو هذا؟ ماني قايل لها يا أمو. مالك قايل لها؟ قوم روح بوشي قوم. لك كل بقى حاجة تحوص خليني أعرف خيط لك يا أمرك يا مو أمرك. قلتلي بدك تشتغل حلاق كمان؟ إيه يا مو الله يوفقك خليني أشتغل عند عمي أبو فايز. إيه مو هلأ مو هلأ. ليش يا مو؟ طيب بس تكبر لك شوي يا مو. أنا كبير، أنا رجال، أنا رجال. يغسل العين حولك. أنا شو عملت ابن عمي لحتى أمك تبدلني قدام مرت أخوك؟ أنا شو عملت؟ انت شو كان بده يطالعك لبرا؟ شو كان بده يطالعك وكل شيء موجود عندك بالبيت؟ لا مو كل شيء عندي، كان ناقصني ملح وفلفل. لك هلا مشان ذره ملح وفلفل بدك تطلعي لبرا؟ لك يا عم بستعريهم من عند امي. ليش انا وين رايحه؟ شحوا سمان ليكو جنب البيت، بعدين انا ما بستعر شيء من عند حدا. لا اله الا الله، لك يا روحي. شو فيها شو فيها يا صبحي؟ امي الله يرحمها كانت هي تروح تشتري اغراضها بايدها، ما حدا كان يقول عنها لا شطاطه ولا زقايه مثل ما قالت عني امك.
أمي قالت عنك شطاطة؟ إيه وصاية وصاية؟ لا هذا الحكي ما بينسكت عليه. يا مو فرشك يا صبحي فرشك. يا الله لا يوفى مرتك. شو كذابة يا مو؟ ملك ما بتكذب. يعني أنا كذابة يا مو؟ استغفر الله العظيم، مو هذا القصد يا مو، مو هذا القصد. قوم روح من وشي. قوم رايحين يا مو، رايحين. لك الله لا يوفقك، الله لا يوفقك. لك فعلا هي ما بينسكت عليها، ما بينسكت عليها بنوم. يا لطيف هذا كل شيء صفيان عنا من اكياس الحنطه يا زعيم. صار لازم نجيب. بكره بنبعث خبر لابو هلال. وجب يا زعيم. يلا عوشي. طيب منكفي بعد ما يخلص الاجتماع، خليك هلا مو محرزة تروح على البيت وترجع. امرك يا زعيم. ايه يا جماعة الخير، الصندوق فضي وبدنا نرجع نعبيه. بس ما حلو يفضى زعيم، ما حلو يفضى. وين راحت المصاريف؟ صرفناهم على البيوت المستورة. ايه بس ما شفت شيء زعيم، ما شفت شيء بعيني راح للبيوت المستورة. ايه مو ضروري تشوف يا اب محفوظ. شلون يعني مو ضروري؟ مو انا حطيت بس صندوق مثلي مثل غيري. يا اب محفوظ ما بيجوز نفضح العائلات المستورة، ما بيجوز. وخير الصدقة هي التي لا تعلم اليد اليمنى باليسرى بما انفقت لوجه الله تعالى. شيخي ما اختلفنا، بس كان في بالصندوق شي بكفي العشرين عيلة، وين راحوا؟ العيال يلي بدها مساعدة أكثر من هيك بكتير. طيب ومين هن؟ يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. قول ما بدك تدفع وخلصنا. يا سيدي مو شغلة بدي أدفع ما بدي أدفع، بس مو لازم أعرف وين راحت المصاري اللي بالصندوق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أبو شكري من اليوم رايح أنت المسؤول عن كل المساعدات للعيال المحتاجة، وأنا راح بعطيك أساميهم كلهم. أنا عفيني زعيم لأني مالي أدى الأمانة، صعبة صعبة كتير، واللي بده ياخدها بده يحفظها ويرجعها لأصحاب سالمي. صغيرة يا أبو شكري. يا جماعة الخير إذا في حدا بيقدر بيشيل هالمسؤولية عني بكون أنا ممنونه. اوعك تشيل عينك عنه وعن بيته، وخاصة نص بالليل. بعدين وينك؟ ما بدي اياه يشوفك او يحس عليك. مو مشكلة. وشو مشان امه مالي؟ وعلى اساس ريحك منه؟ لا لا اجل 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 هلا مو وقتها، لان انا بدي زيد وضل بالحارة. شنو هو هلا صار الطعم الصغير اللي راح نصطاد فيه الكبار، فاهم؟ الأصولي إلك طبعا، مشان هيك صار لازم نعجل بطلعة نرجس من بيتك لبيت الأرملة أم معاز. ما بدنا نقطع بنصيبها من عوض. اللي بدك يا زعيم اللي بدك يا بيصير، بس يعني المخلوقة لسه ما عطت جواب ولا قالت إيه يعني عدم مؤاخذة. ولو كان عوض حكى فيها، يمكن تكون المخلوقة من ضلعه. اي يمكن يمكن. يا سلام يا سلام على هالخبرية. لا فرحتيني كتير. على اخر الزمن كنتنا بدها تطلع على الحارة تشتري تراب. اي قال امها هيك كانت تساوي. لك امها كانت تساوي هيك، كانت ارملة وراها على الاولاد، ما كان حدا يشتري لها اغراض. مزبوط والله، الله يصلحها على هالعملة، الله يصلحها. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله أبوها وأمها كانوا من أكابر الناس، ولما قلت لك روحي خطبيها لصبحي ما كنت غلطان. لك ما كنت غلطان. بس الظاهر البنت طلعت غير أمها ابن عمي. شو اللي عم يصير فيه؟ زعيم عم بيكرك علي مشان تروح تسكن عند الأرملة ميمي. والله يا أمي أنا مالي متضايقة منها، مشان الله مشان الله خليها عندي. هو هيك بده ميمي، هو هيك بده. وأنا ما رح أخليها تروح، ما رح أخليها تروح، لأنه كتير عم بتسليني هون. بعدين البنت هي هيك بدها. قال شو هي هونيك بترتاح أكتر. وكمان هون برتاحة.
خلصت ميمي خلصت. والله لو كانت القصة بإيدي ما بخليها تطلع والسما زرقاء ولا بزعجك ولا بزعجها. طيب خلص مثل ما بدك. مو أنا اللي بدي، الزعيم اللي بده. فهمنا والله فهمنا. شو بيحكوا عليها الحارة؟ بيقولوا عنا انه زائية وشطاطة وعم تحكي مع رجال. يا عيب الشوم اعوذ بالله. كانت بتستاهل لهالبهدلة. يلا بسيطة حصل خير. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك نشكر. تقبل الله ابنامي منا ومنك صالح الاعمال. حضرت مشان المولد ابن عمي. كل شيء تمام، عزمت الكل، ما بقى الا انت تعزمي نسوان الحاره. بدنا نعزم فخريه؟ اي طبعا بدنا نعزمها لانه اخي جاي. حاضر ابن عمي حاضر. إلهام الله يحن عليك، بدي اياك تجولي على حالك هالكم يوم لبين ما الله يفرج علينا. انا بعرف انك مالك طايقتيها ولا طايقه العيله كلياتها من افعى مايل كنتك، بس معليش لك بنت الحلال معليش. اي والله ماني طايقه، اي والله ماني طايقه الارض اللي بتمشي عليها. لكن شو بدي احكي انا؟ بدي احكي انا يلي اخي مدوقني السم لك واعي. ليش عم تبكي فخرية؟ حكيني فخرية، صاير معك شي؟ عم ببكي على عيشتي. شبه عيشتي؟ ما اجاني اولاد، ما اجاني اولاد. اللهم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ملحق على ابوكي؟ شبه ابي؟ لو كان ابن يجوزني على عيون الناس كنت عطيتك كل اولادي تربيهم هلا. بس بيضلوا مو اولادي، بيضلوا مو اولادي. مثل اولادك واعز يا فخرية. الله يرحمك يا حفيظة. شو جاب على بالك هلا؟ حديثك معي هو اللي جاب على بالي. لا تقلبي علي المواجع لك فخرية. كل ما بشوف ولد بالطريق بفكر اني اتجوز عليكي، وبرجع ما بعملها مشان خاطرك. فالله يرضى عليك. لما تجيبي لي السيرة انت بتعرفي انه وجعي اكبر من وجعك. Thank you.
خسرتي. شو كان صار عليك يا فخرية لو أنا تجوزت بعد حفيظة؟ شو كان رح ينقص من مكانتك عندي؟ لك أنت الأساس. يا ريتني عاملة، يا ريت. بس شو عادي ينفع الندم. ضربوك؟ مدوا ايدين عليك مشان الله. لا تواخذني عمي، لا تواخذني. زيدو انا ماني زعلان منك، ماني زعلان انهم ضربوني. انا زعلان على اللي في ارضه ووطنه وعرضه وشرفه. لك هذا شو اخرته؟ وحياه الدموع هدول ليكون مقتول، مقتول. رجال كبير بالعمر ياكل فلقة بالكراكون كرمالي، وانا ما قدرت اعمل له شيء. هي اول مره ميمي بحس حالي ضعيف ومو قدران اعمل شيء. تربطت بيدي، ما عاد عرفت شو بدي اقول له. كنت بدي بوسه وقول له سامحني انا السبب، ما طلعت مني انت هربت. استهدي بالرحمن لك امي ولا تحملها كثير. ياما في ناس بهالدنيا انظلمت وانقتلت على جنب هي ما عملت. والله بعرف فاتوا علينا وهم عم يوصوا. يا لطيف على الشغلة، لا حول ولا قوة الا بالله. فوت على الدفاع، فوت التليفون. أنا بروح أجيب لك شغلة. أهلين أبو رعي. العمى العمى يخرب بيته على الفوت اللي فاتوا عليكم، يخرب بيته واحد واحد. لك هذا مستقتل، ما في كلام مستقتل. عن مين عم تحكون؟ لك يا أبو طاهر مين له تار عندك غير عبود ورجاله؟ عبود؟ إيه عبود، أنا 100 مرة نبهتك منه بس ما خطرني إنه يفوت عليكم الفوتة. طيب هلا شو بدنا نساوي؟ أخي أنا لازم أحميكم، ما في مجال إنه مضبوط. الله ويدك أبو رعيب، وأنا جاهز أدفع لك اللي بدك إياه، بس لا تخليه يفوت لعنا مرة ثانية. ماشي، ترك الموضوع علي،
امشي فراري. يلا بشاري. السلام عليكم. مع السلامة. ودورت منين؟ ولا فتت كأنك شمت هواء؟ أنا دورت بين الأواعي، بين الطناجر، نكدت البيت نكد، ما تركت قرنة تعتب علي. داري الأخ فايتس إسريعة. ورجعت كل شيء مطرحه. خوش ما بدنا حدا يدرأ إنه حدا فات على البيت. ها طيبك معلي، كأني لا فتت ولا دعست. بري عليك وينك؟ بتضلك مراقبه إلا ما يقع. إيه إيه صار يا بيك صار. قوم كلك وحدة قوم. الله معمورة الله معمورة. ميمي قلي لهلا جاي ام يسر تاخدها. ماشي مثل ما بدك. عسى للخير ميمي، لا تحزني. يو ومنين بده يجي الخير؟ خلص امي قلي لها جهز حالها وقلي لها مشان بيتها انا كل يومين والتاني راح شقشق علي واسقيلها الزريعات. ماشي. والله انا احب على قلبي تضلي ساكني عندي، بس الزعيم هيك بده والشغله مو بايدي. والله مو بايدي يا نرجس. طيب ليش الزعيم فكره تعيشي مع سلوى؟ لانه هي تاني عايشه لحالها، وقال يعني هيك هيك يعني تتصلوا مع بعضكم. بس كمان هي عندها ابنها. مزبوط، بس ابنها لساته صغير يعني ما رح يضايق عيشتك معه بالبيت. ايه بكره بيكبر. يا حبيبتي من هون ليكبر باذن الله باذن الله بتكوني صرتي عن جوزك وكمان صار عندك اولاد. ما بدي، خليني عندك ما بدي. طولي يا مو مثل ما وصيتك. لا تقبرني مشوار الطريق. خاطرك بعمي. مع السلامة. خلص يا بي لا بقى تزعل، روقنا. أنا بعمري ما أزيت حدا، والله شهيد علي بحب ساعد كل الناس، فليش الناس عم تتبلانا فيك؟ ليش؟ وكل الله يا بي وكل الله. لك تضرب المصاري ويضرب الذهب قدام الأمان اللي محرومين منه. صدقني رحت فراش، صدقني. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. إيه. وليش ما قلتوا لي من امبارح انه جاي تسكن عندي ست ام ميسر؟ شو قصدك سلوى خانو؟ اذا ما بدك اياها بنرجع على بيت ام زيدو. لا انا ما قلت هيك، ولو البيت بيتها اهلا وسهلا. وين بدك تقعديها؟ هاي البيت قدامها، نقي الاوضه اللي بتعجبك. ايوه فوتي على هاي الغرفه تقبريني نرجس. فوتي حبيبتي. ولي سلوى هيك بتستقبلي ضيوفك يبعث لك قتلك ان شاء الله. هاي مو ضيفه ست ام ميسر. هي اللي ايه شو لك هي شايفتها بدها تعيش معي على طول. لكن موقتي موقتي يا مجنونه لبين ما تتجوز وتحل عنك. ليش بدها تتجوز؟ ايه تقبريني رح تتجوز رح تتجوز. ايوه ومين العريس بقى؟ عوض الحمصاني تشكلي قاسي. ايه الله يعجل بعرسها لكان. لك شو نحن بدنا نرعبهم لك ابو مرعي؟ نحن بدنا النتيجة. نتيجة اليوم بروح لعند ابو طايف بفهم منه يا بدي اعطيك ارضه يا ما انا رح اشتغل شغلي التاني. بدي ارضه. لعيونك عاصم بيه الأرض إلك إلك. طولي بالك تقبريني حاجة تبكي بقى. طولي بالك طولي بالك. لك الله لا يوفق على هالعملة اللي عملها معكم. الله لا يوفق. ما حكيت لك يا أم زيدو ما بتصدقي
أنا ضرب حجار، أنا تكسير، أنا تطبيش، كأنه فايت على حرب. إيه خلص خلص تقبريني، طولي بالك. أنا لحدك كملايتي وروح لعند ابني زيدو جيب لك يا وأجي مشان تحكي له كل شيء. الله لا يوفقه. يا الله يجبر بخاطرك. وانت ما تقوم قاعد مثل النسوان المطلقة، ما تورجي أبوك إنك قد الحمل وبيقدر الواحد يعتمد عليه. اسمعوا لهالحكي، لسه بقولوا لي نزير على الأرض، أنا شو فهمني بالفلاحة والشجار والفلاحين؟ ولك فيق بكير وقصود باب الله. ما بقدر عمتي، ما بقدر. روح روح شوفه لهذا زيدو لسه المقدم ما بيقول الله أكبر من الصبح إلا بتلاقيه زرع مزروع بالخان. شو عمتي؟ شايفك رضياني عليه؟ حبيبتي؟ حبيبته؟ يحبه حنش إن شاء الله. قال حبيبته قال اضرب هو اللي جابه على الحارة. يا متحسين انت اعمل مثل ما عم تقلك عندك، فيق بكي وترك الباقي علي انا. ماشي يا مو، انا بحكي مع ابوك يفتح لك دكان بنص الحارة. دكان بنص الحارة؟ ايه. وشو بدي بيع فيها؟ يا مو اي شيء، المهم تشتغل احسن ما تقعد بالبيت مثل النسوان. ميمي شو جابك لهون؟ عم طاير عندي، طحشوا عليهم عالبيت واشتغل لك هالقوص. شو هالحكي؟ اي والله مثل ما اللي عم اقول لك، كل مره لحد جن. إيه خلص ارجعي انت لعند، ارجعي ارجعي على البيت. يلا يلا انا سلام عليكم. وعليكم السلام، الله معك. ابو حمزه على عيني. عبود عليكم السلام. زيدو في بيناتنا لا سلام ولا كلام، امشي مع مني لعند الزعيم. يلا بنشوفك زيدو هونيك، بتعرف امشي شري. ايه امشي. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام زعيم، انا جايبه لهذا الزلمه مشان شهده بالله قدامك. انت ناطت شي على بيت ابو طاهر؟ امتى هالحكي زيدو؟ امبارح بالليل. عبود الرمح لما بده شي من العالم بدق الباب زيدو. طب مينو هذا اللي ناطت لعندون؟ انا 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 طمني شو صار معك؟ هلا جاي ابني زيدو هلا. عادي تقبري معك روقي وبس يجي فشيله قلبك، احكي له كل شيء، سمعاني؟ كل شيء كل شيء. حاضر. يبعت لي حمى لأقوم أعمل لك شاي، تقبريني لا توقفي. والله كيف حالك؟ أصحاب الصدق الثاني. يعني أنت ما رحت ولا بعتت حدا لبيت أبو طاهر؟ لا زعيم، لا رحت ولا بعتت حدا. لكن مينو هدول اللي فاتوا لعندهم منهم؟ مين؟ وأنا شو بعرفني زيدو؟ بتعرف إذا كنت أنت وراها شو رح بعمل فيك؟ يلي بدك تعمله اعمله زعيم. بدك تقتلني ليكني انا هلا قدامك ومقتلني، بس تاري من طاهر بدي اخده هلا وبعدين. سلام عليكم. وعليكم السلام. عميل جهدك تعرفني من هدول يلي فاتوا على بيت ابو طاهر؟ اللي بدك يا زعيم رح اعمل جهدي، رح اعمل جهدي. قال شو متهميني اني فايت على بيت ابو طاهر بالسلاح؟ ايه في حدا فايت على بيت ابو طاهر بسلاح؟ انت عبود، انت احكي سرك كبير. عبود الرمح ما بيعملها لك بري. شلون واصل الخبر لزيدو لكان؟ وانا شو بعرفني شلون واصل الخبر؟ معناها زيدو كذاب وعم يتهمك هاي التهمه لحتى ما تاخذ بيتارك من طاهر. شلون لك بري؟ ايه مثل ما عم اقول لك، حاكم انا سمعت لك من الحاره انه قال شو هذا نص نصيص حاطط عيله ابو طاهر بحمايته. شو هاد؟ مثل ما عمل لك. انت متأكد يا ابني انه مو عبود هو اللي فات علينا؟ ايه تأكدنا خالتي تأكدنا. اساسا عبود ما عنده رجال يحسنوا يعملوا هالعملة مثل ما قال هالوزواز ابو مرعب. يه طب اذا كان مو عبود هو اللي فات علينا، مين اللي فات ومين اللي بعته؟ خالتي قولي له لعمي ابو طاهر ما يساوي شي من اللي بيقله عليه ابو مرعب لو ايش من صار. ماشي ابني، ونحن بإذن الله رح نعرف مين هدول اللي فاتوا لعندكم ومين بعته. يا رب ان شاء الله. استني خالتي لا تروحي، في شغله بدي اعطيك اياها تعطيها لطاهر. كتر خيركم يا اختي ام زيدو، كتر خيركم. يو شو هالحكي ام طاهر؟ نحن اخوان، لكن نسيتي اني مولدتك بابنك طاهر الله يخليه؟ لا والله ما نسيت، لولاكم ما بسوى شيء انا. اعوذ بالله. تعال لك نحن الله يخليه حبيبتي. يلا يا مو يلا. يلا جيتك دغري. وصل الخبر لزيدو دغري.
أكيد في واحد رايح جاي عم يوصل له أخبار أبو طاهر، أنا متأكد. وينك؟ كأنه هذا زيدو عم يشك راسه بشغلات ماله فيها. من قصه معلم. لا اسمع، تشتري له فرد عبو. فرد؟ ليش؟ لك مشان يدافع عن حاله، شو بهك؟ بعدين هو إذا بدي قص يقص. فهمت عليك معلم، بس يعني عدم المؤاخذة الفرد. ايه رح ناولك. مسك يا مو، وهي الرصاصات. وبيقول لك الزعيم إذا حدا فات عليك اضربه على الصايب وما يهمك حدا واقتله بأرضه. الزعيم ما بيكذب، لو كان عبود هو اللي جل عنا كان الزعيم بعت لنا خبر لندير بالنا منه. ومثل ما قال أبو مرعب هو اللي عمل عملة منشان يجبرنا نعطيه أرضنا مقابل الصلح مع عبود. نحن ما رح نعطيه شي يا بي، رح نعرف مين هدول اللي فاتوا لعنا ونخبر عليهم الزعيم. الحمد لله ما في حدا بالطريق. معاذ يلا يلا جيب. أهلين عمي أبو حفوظ. لك يا أهلي بوسهلي جيد. خود عمي حفوظ، هذا مش أكل قماش، هي إلك وهي لست والدي. ومشان شو هدول عمي؟ لك عمي مشان الوالدة تخيط لك أواعي جديدة، وهي مشان تخيط الست الوالدة فستان تتباهى فيه قدام العالم. يسلم إيدك عمي أبو حفوظ. قديش بتطلع منك حلوة عمي أبو محفوظ، كلمة عمي كثير حبة منك. فوت عمي فوت، إن شاء الله ما بيتخلق عليك ولا عليها. فوت عمي فوت. مع السلامة. الله يسلمك عمي معاذ، الله يسلمك. روح روح. لك ليش ما رحتي لعندها؟ ليش؟ أو حق الله ما فضيت يا ست فخرية، كان عندي اليوم شقة لولادي. لك قديش رح يطلع لك من هالقصة؟ مجيدي مجيدين، أنا بعطيكي 10، المهم تلزقي ببيتك مزيده. هي إيه فهماني عليكي، بس مو مشان المصاري، أنا يعني بس مشان ما تواليني. ما عم تفهم علي، ما عم تفهم علي. وحق الله عم بفهم عليكي. شو؟ تحركي روحي ساوي لي فنجان قهوة. إيه حاضر. خرب بيتك على هالراس شو يابس. شي بس هو اعطاني اياهم. ايه روح رجع له اياهم اوام. يا مو انا بدي اواعي جديده. روح رجع له اياهم احسن ما اعمل لك قتله، فهمت؟ خلص امرك يا يلا روح بسرعه. لك مني 10 ليرات دهب بعد ما تريحني من الزعيم. لك ليش هيك عملتي؟ ليش هيك عملتي؟ ما عاد اسكت لحدا بلوم حتى لو كان على عيني وبي. وانا لحد هلا ماني فهمان ليش بدك تقتل امه وابوه. هو عم تقول داخلي على عضك يا عمي، لا تخليهم يحبسوني. لو كنت بعرف ما كنت قاعد عند الصبح. ابني وين راح؟ يا نور عيوني، يا مغدور، يا يابي. لما بيجاك درسك بتقلعي من شرشو. بس من اجاك ولد لبسه ياها وخلي كل الناس تشوفه معلقة على بقشته لحتى يباركولك فيه وتحرسه من العين يا ضو عيوني انت.
لك الله لا يخليني إذا بخلي واحد منهم ينفدوا. كل واحد أجر بحبسي إلو يوم رح حاسبه.